موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أصدر مجلس الصحوة الثوري السوداني بيانا أدان فيه أحداث كولوجي وتأسف على قتل المدنيين العزل، كما حمل الحكومة والميليشيات مسؤولية ما حدث. ورفض البيان ما أسماه تسوية جوبا وطالب بمحاسبة المتورطين في الأحداث وتقديمهم لمحاكمة عادلة. حذر رئيس حزب التحرير والعدالة القومي التيجاني سيسي من انتقال التفلتات الأمنية التي تشهدها عدد من الولايات، وقال السيسي إنه لا يستبعد أن تنفجر الأوضاع في الخرطوم وهي على حافة الانفجار، خاصة بعد تنامي دعوات حمل السلاح للدفاع عن النفس والمال والعرض. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين عن ظهور حالات اشتباه بمرض الحصبة في الولاية الشمالية بمناطق سوق الطواحين بمحلية وادي حلفة ومحلية دلقو. وقالت راش في تعميم صحفي إنه لا يستبعد أن يكون هنالك ارتباط قوي بين الحالة الأولى والوضع بإفريقيا الوسطى، خاصة وأن المناطق المذكورة هي مناطق تعدين تكثر الهجرة إليها من كل أنحاء السودان. قالت وزارة الري إن العاصمة الخرطوم تجاوزت منسوب الفيضان 54 سنتيمترا. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 704 ملايين متر مكعب. وقالت إن قطاع الخرطوم شندي سيشهد ارتفاعا بمعدل 12 سنتيمترا. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.